يا اخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل. جوهر الموضوع من اي روح انت، ووظيفة الاعمال هنا انها بتشهد عن الحقيقة. اذا من ثمارهم تعرفون، الثمر اللي بيطلع منك بيقول من اي روح انت. خطية محيطة بسهولة، واللي حواليا ده وده بشوف الآخرين بيعملوا الخطية. لما الآخرين بيعملوا خطية انت بتعمل ايه؟ خطية شيء معد. اول ما بتشوف تصرف سيء زعق ثاني، انتوا شايفوا الراجل اللي سبته؟ عارف ده معناه ايه؟ ان العدوى انتقلت اليه. تعديت، والدليل انك تعديت انك عملت رد فعل من ابليس، اتكلمت عليه من ابليس، رديت عليه من ابليس. الذي يثبت ان العدوى نقلت ليك انك عملت تصرف من ابليس. خطيه معديه ما لم تعملها ايه؟ توقفها. الكتاب بيقول ان ابن الله اظهر لكي ينقض اعمال. انا مع الله، انا بتاع يسوع المسيح. اول ما تشوف الخطيه اعمل زي يسوع، ينقضها. يعني ايه؟ يعني يهدم، يعني يبطلها. هو بيغلط. انا مش عارف مين اللي عينك المرشد الاعظم والمؤدب الاكبر لكل المخطئين، ولكن رد الفعل التلقائي اللي بتعمله اللي بيعمله كل واحد لما التاني بيغلط انه عايز ايه؟ يأدب، يعرفه غلط. الجميع مكلفين ان يقوموا الاخرين باي طريق بقى. بس المشكله ان حضرات المقومين للاخرين عندهم خشب قد كده، فالنتيجه ان هو اما بيجي يقوم بدل ما يقوم الخطيه يزودها. بدل ما كانت خطيه واحد بقت خطيه هما الاثنين، بدل ما كان واقع في خطيه واحده سلموا لمزيد، بدل ما كانت غلطه وطلعت بقت خناقه، بدل ما كانت ميكروب واحد انتشر في الجسد كله. بيقومه، بيفضحه، يحذر الجماعه منه، يدافع عن نفسه. او ده اسمه ايه بقى يا احبائي؟ عدوى الدينون تقع خطيه. نحن من الله، احنا ضد الخطيه. نحن كيسوع المسيح مهمتي اوقف الخطيه. طب ما عايزين نوقف الخطيه. نوقف الخطيه زي ما يسوع وقف. يا يسوع انت وقفت الخطيه ازاي؟ حمل الخطيه في نفسه، خد الغلط بتاعه. ايوه خده، بس بدل ما يتعدي بيه ابطل. يعني جه عليه الشر، جه عليه هو بالفراغ، جه عليه الدنس، جه هو بالقداسه، جت عليه كراهيه، جه هو عليها بالحب. فابطل خطيه، ابطلها. تقوم قوه الابطال للخطيه تطلع منه وتروح على الاخرين. يعني ايه حمل خطيه؟ شال الخطيه، حمل خطايانا في جسده وابطل خطيه بذبيحه. ما تقوليش بقى اصلا انا مش قادر. هو انت مش قادر انا عارف، بس المسيح ابطل وادالك. هو ادالك. نحن من الله، لا يغلبنك الشر، بل تعمل ايه؟ اغلب الشر بايه؟ بالخير. خطيه ما تفوتش فيك، تبهاش تخش جواك، ولما تترمي عليك تعمل ايه؟ تيجي ضدها بروح القداسة، بروح المحبة، بروح الغفران، بروح الاتضاع. قال لي كلمة زي السم بتنقط كراهية، ومنعوس في الغفران، اتحد بكل كياني بروح الغفران، اتغطى بروح الغفران، رمى علي شر ودنس، التحف بروح القداسة. خلي بالك انها لما هتبطل فيا هيحصل لي انا ايه؟ نوع من المناعة. ما اسمهاش مناعة بقى بلغة الكتاب، اسمها سلطان، اسمها دينونة لإبليس، اسمها نمو في الروح والقامة، غلبة على الشر. يا أحبائي لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر. اوعى تقع تاني في ورطة ان الخطية تقودك الى الإدانة او تقودك الى البغضة، بل قد انت الاخرين الى الحب. خلينا كل واحد يراجع المواقف اللي اخفق فيها، وان هو بدل من انه ينقض اعمال ابليس مع المسيح واقع تحت اللي بيحتمل وبيصبر وبيغلب مش بلا مقابل، لكن المقابل لا يقدر.
اطلب الغلبة الليلة دي وتعهد انك تعيش في الغلبة وانك تكون كل حين من الله، وارفض اعمال خطية وارفض انك تنغلب منها سلطان اسم الرب يسوع. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 0-10-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.